لكن رح أعطيكم المقادير اليوم. عنا داود باشا مع شيف مارون شديد، عنا لحمة مفرومة، بصل مفروم، بهار حلو، قرفة، ملح، بهار أبيض. للصوص، صوص داود باشا بيلزمنا زيت الذرة، زبدة، بصل شرائح، نبيد أحمر، بندورة، رب البندورة، مرقة دجاج، بهار حلو، صنوبر، ملح، بهار أبيض، وكمان دبس الرمان. للرز مع الشعيرية بيلزمنا أكيد رز، شعيرية، مي مغلية، وملح. هو هني مقادير اليوم، وأكيد منختم فقراتنا مع تيستينج. وقفة مشاهدينا، منرجع مننتقل لعن ناتالي ياغي وبالانس. بلشنا، داود وصل والباشا ناطر برا، مش قادر ينطر لجبران حتى يعني. يلا يوم داود باشا. داود باشا، أكلة لبنانية بامتياز. أكلة لبنانية بامتياز، جاية من أيام الدولة العثمانية لما إجا داود باشا. إيه داود باشا. طيب استاذ، هون شو اللي عملت انا؟ حطيت بصل، حطيت زبده، حطيت صنوبر، حطيت ملح، وعم بقليهم. اوكي هلا بتعرفي انه داود باشا لوت اوف اونينز، لوت اوف اونينز، لوت اوف اونينز، بدكم تبكوا كثير. وانا بحب كثير اكل بصل كمان. هون اللحمه لحيه، حطيت لها ملح، حطيت لها بهار حلو، حطيت لها كمان شويه بصل بقلبها، في اعملها بلا بصل لانه في برا كثير بصل. ايه بس انا حطيت بس اطيب. ايه اكيد طبعا طبعا اطيب مع بصل. كبرنا البصله شوي يعني، عملناها كثير بيتوتيه للاكل. حطيت البصله شو كبيره، شو معقول؟ شو متوحشه البصله طالعه. ليك تعطيني شويه زيت بس اعمل لي معروف. لا ما بعطيك. اوكي بامرك. زيت نباتي اذا بتفيدي. الله بخليكي وبيطول بعمرك، بس هيك للتكستشر، للطعمه، ولكل شيء يعني. يسلموا دقيقتي بس ما طرطشني. إذا طرطشني كثير بزعل منك. لا أنا ما بقدر على زعلك. يوم عيد العمال بنبعث لهم تحية لكل المشاهدين يلي قاعدين ببيوتهم وما عندهم شغل اليوم. صحيح. وحتى ما لهم جلادة يظهروا لبرا. وإذا كانوا عم بيفكروا شو بدهم يتغدوا، داود باشا فيهم يعملوا. هلا عم داود شيف مارون داود باشا نهار العيد. نهار العيد. نهار العيد. إيه. عملنا لحمة مشوية، عملنا طاووق، عملنا باربيكيو، عملنا قصة، خلص لعيونكم. طيب تسألوا بتعطي الجواب طبعا. اوكي هلا هيدي كمان انا بصراحة حطيت سنوبر كلهم هون، لو عندي بعد شوية سنوبر كنت تركتهم وحطيتهم ب هلا شو لازم اعمل؟ لازم اخذ هيدي اللحمة هيك شوي طق طق وبقدرها. يلا في كبرهم، في صغرهم، في اعملهم قد ما بدي. اوكي هلا مين وايل كمان بعتقد لازم اعمل شغله، في وكلك فيها الشغله بدي اعملها هلا. اللي وكلك تبلشي تقليلي الشعيريه لنعمل الرز. يلا عم خليني اشيل الخوف من ايدي بهالوقت. انت بتعملي شعيريه والرز، هذه طنجره، بتحبي شعيريه رز بزيت ولا بزبده؟ شو على بالك؟ انا بزيت. انت بزيت؟ انت بزيت، تفضلي هذا زيت. اوكي وهيدا اعطيني الشعيريه. هاي شعيرية؟ أنا أوقات بحمصهم بلا زيت كمان. طولي بالك بناكل. هلا بتسمعنا رندا بتنبسط. بس ما بتطلع كثير طيبة، بتطلع مثل مسلوقة يعني. نو مش مهم. حد يا بدي ياكل بس بس مهم بس. بنبسط رندا، بنبسط كمان. بالأكل. طبعا. هلا شعيرية شوي كثار بس الرز ما رح أحط. أنا بحب أنا بكتر شعيرية. أوكي خلص اعملي شو بتحبي الأكل. لا ام سوري انه هيدي بعرف انه مزعجه، عشان هيك انا ما بحب ازعج اللي بحبهم، بدي غطيها واتركها على نار خفيفه. برافو مان تنطبخ. كيفني معك؟ جنن. تطلع ريحتنا بصل، مش معقول شيف. طيب هلا وين الكفوف يا مارون يا حني؟ هون انا رح كفي باللحمه استاف بهذا الوقت. هذا الرز
هون خدي اي نوع من الرز؟ هيدا رزق امريكاني حبه طويله. رح احط لك اياهم هون على ايدك. هلا بس يبلشوا يتقلوا زيد الرز فوقهم. زيد الرز بعرف فوقهم. فلفل الرز عم المعروف اكيد. وهيدي المرقه كمان جبت مرقه لنفلفل الرز بمرقه. احيي هون رح اعطيك اهم شيء المرقه. المرقه اوكي. هيدا هون هيدي كم كبايه رز؟ شيلي بهيدي. ايه بس كم كباية رز عنا؟ انو عاي ريما مش بتصير بأحسن عيال المشاهدين مش عيب دايما بأحسن عيال. اوكي هون إيه؟ في تقريبا شي 3 كباية رز. هلا انت مين وايل شيلي قد ما بدك؟ شو بيك مهون عم بزحت ولا مين وايل شيلي قد ما بدك؟ انا بشيل وبرجع بقيس بتزبط الوضع على زول بتقيس ابن بدك. هلا ne t'en fais pas ما تعت الهم ابدا. انا رزيت علي وداود باش عليك. داود عليك اوكي. هلا اكيد هون انا رح اترك هيدي تتقلى شوي شوي. قوي النار اكثر بعد. اللحمه هيني كثير ما بدها شيء. هلا رح احط الرب البندوره وقال لي البصل مزبوط مع رب البندوره رح تصير الرب تطلع منه كل الطعم اللي بدي اياها. رح احط عليه نرجع بندوره وحط مرقه اتركهم يغلوا ليستوي البصل مزبوط. بعقدها بشوية طحين أو كورن فلور حسب شو عندي. أوكي. اللحمة هلا بحطها بقليها شوية ضربة بالمقلية بكبها فوقهم بغليهم ليصيروا أوموجين واخدين بعضهم مزبوط. وذاتس إت يعني كثير هينة العملية هي. كل الوقت بدي إياها هلا لحتى بس هيك أعمل اللحمة. برجع كمان بعيد إنه اللحمة فيها ملح فيها بهار فيها بصلة ناعمة. كل واحد ببهر لحمته مثل ما هي. صحيح بحب كمان. في حتى ما في شيء ضروري نو لا بهالموضوع انا معك 200% باللي عم تقولي. في ناس بس بحطوا بهار وملح. في ناس بيعملوا هيك مزبوط. هلا كمان لو عندي فرن مع نكهات ناس بحطوها بهار مثل مع شويه بقدونس او شويه نعناع كمان. فهيدي كمان اتس ريلاتيف لكل شخص هو شو عباله يعمل. اللحمة فيه شوية شوي بالفرن. إذا ما عندي فرن بحطها كمان بقليها تقلية وبرجع بحطها بس بشوية زيت مش كتير بس تصيرت من برا. أو كمان إذا بدي سقطها تسقيط اللي ما بحبها كتير أنا تسقط تسقيط كمان بقدر تسقطها وأسلقها بقلب المرقة. فضل تقليها وترجع شوي أعملها سيد من برا نتفل أعطيها شوية طعمة. إيه تتحمر وبرجع شو صار؟ بتحبش كثير بتحبي تشعيري كثير بالرز تعرف؟ انا كمان كثير انا كمان وبحب رز بشعيريه اكثر من رز بال العادي بصراحه. يعني اللحمه رح كفي تقريصها بس ابدا ما فيكم تحطوا مع البسماتي شعيري مش طيبه. مش طيبه لا. هلا في ناس بتعملها انتبهي يعني مش انه مش ايه مش بس انا ما بعرف انا بحس انه طعمه البسماتي دجا الى نكهه ما فيك تزيد لا اساس كثير سبيشل فيل بس ما تعرف صح. هودي كلهم رح انت بتحب تحمر منيح ال بحب حمر شعيريه كثير شعيريه انا كمان بحرك كثير في ناس بيعملوها لونها هيك فاتح انا ما بحبها لونها فاتح انا كمان ما بتعطي طعمه لانه شعيريه هي بس مش شكلها حتى طعمتها لانه اذا بدك خلص يعني مثل ما بدك اعمل اياها كثير منيح بجنن. قلت لك الرز علي بجنن ما عم بفتح دمي خلص. تحية حطوا لنا شوية موسيقى بالاستديو. حلوة ريحة الشعيرية اللي حاصلة اليوم عيد العمال ما عليه عيدنا عم نشتغل احنا الشعب الكادح يلا هي ماي جاد. واو لك البصلة كيف صارت فانتاستيك. بعتقد بكفي رز حني عندك يلا قد ما بدك حطي برايي شي 3 رز بكفي. انا هيك رح مشان ما ينطوا من الهيدي بعدين ما بيسيعوا فيها بعدين. اول شي بنقليهم شوي صحيح نرجع بنحط مرقه صحيح. البصل اللي عنده مشكله مع المرقه وما عنده مرقه بحط بس مي. دارلينغ
انا بايدي. واذا منحت المرقه مش من قبل منحت شو اسمه الملح، لانه بالمرقه بيكون في ملح. طبعا مندوق وبعدين مندوق بعدين منحط 100%. كيفني معك؟ توب. خلص شو بروفيشنال صرنا. عشرتك مارون حبيبتي. كيف سريع؟ اخر مره قرص داود باشا يعني was ages ago. هلا نحن بنعرف انه للكبايه بنحط تقريبا كبايتين مي. صح. او كبايه وثلاث ارباع. كبايتين. كبايتين. لهيدا الرز كبايتين. ايه بس لما يكون عندنا الشعيريه مارون نحسب حساب الشعيريه فيك اذا بتزيد ولا لا؟ بتزيدي. هلا انا بدي اقول لك كنت انت عم تطبخيهم زيدي تقريبا شي الوش مي زياده عن اللي حطيتيهم لحتى ناخذ بعين الاعتبار اكيد الشعيريه. هلا هو بس ما بعرف اذا رح ينطبخوا للتيستينج. ايه بنطبخوا بدهم 20 دقيقة للتيستينج. ما بنطبخوا؟ والله احنا كلنا نايين. ربع ساعة؟ طيب يلا. طولها شوي. لا ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. اوعى كثير. بس ماني ثانية. هاي أنا. اوكي. هلا الحلو إنه طبخة يعني عم نعملها بوقت كثير قياسي مثل ما بيقولوا. هلا قاعدين هون. انا بس خلصت تقريس اللحمه رح اكبس بالبصل. قديش عندي بعد وقت هوا للطبخه؟ اوكي ما لك ما عندك وقت تقليهم؟ بلا بلا للحمه. لا للحمه لا ما عندي بس في عم نعلمهم هلا في اعمل شغله. هلا لك شو حاعمل. اوكي هاي اللحمه خلصت خليها هون. ولا هلا شيلها على جنب as I don't need it anymore. شيلها. بدي منك تدوقها وتحط ملح. يلا one second. هيدين هون. هلا رح اقوي شوي النار حتى نشفها. حطيت ال انا برايي بقى بدها مي. بدها؟ يس. حطيت ستة. حطي حطي بقى. خليني اقول لك كيف بعرف قد ما تحطي. شو؟ رح اقول لك كيف بعرف قد ما تحطي المي. حط بهار ابيض. كيف بتعرفي انه بده بعد؟ طلعي فيها شوي. المفروض هي هي لما بعملها اول شيء بلشت تغلي سو بعرف انه اخذت المي سو بعملها هيك شفتي دغري بين المي الرز وشعيري. المفروض اعمل هيك يضلوا تحت لتحت يعني هيدي كيف ما كان بدها اثنين لوش بعد اعملي معروف وحده اثنين اند ذاتس ات. شكرا 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 جدا جزيلا. هيدي على اكيد ما بقاش بدها شيء لك. اوكي هلا انا بحطها على نار قويه بخليها تغلي بس يبلشوا تغلي بوطي النار على الاخر وبغطيها. صحيح. هلا هون شو رح اعمل؟ بصل كيف تقلت البصل لمشاهدينا لكيف صارت كلها ميته. رح احط رب البندوره لازم تكون توماتيل الداود. هلا انا اكيد جايب معي بيض احمر رح اطلع بيض احمر انا بحب طعم البيض الاحمر بالداود باشا. هي بالرسبي الاساسيه ما فيها بس مشاهدينا انتم اكيد يعني هيدي اوبشنال الشغله فيكم تحطوها وفيكم ما تحطوها. انت بتحب بتحط؟ انا بحب اي انا بحب احط اكيد. هيدي هون كمان. هلا الرز لازم نغطيه يحوى بلش يغلي. شوفي هون هلا شو بعمل لك. اغطي الرز ورح وطي على النار. انا بحبهم بس شوي يلزقوا. يلزقوا كيف يعني؟ من تحت هيك يحترقوا مش هيك شوي. هلا مخليهم يلزقوا. هلا ملزقهم. هلا ملزقهم. انا صراحة جوزي بيعمل لي اطيب رز. جون انا بوجه لك تحية. بعرف انه عندك مواهب متعددة وحدة منها الطبخ. بس انا ما دقت. يلا بدنا نعزمك. انا ما دقت.
هو بيعمل الرز وانا بعمل داود الباشا. هيك بنعمل. لا كان لازم تكون جون عم بطبخ رز اليوم. كان لازم تجيبه معي. جون عم بطبخ رز. بس فاكانس اليوم عيد العمال. ايه طبعا. هلا شو صار عنا؟ هلا صار عنا انه ليك كيف صارت مقلقة على عم بتقلى ربع البندوره اكيد شماتي ريحة كمان سنوبر اكيد فيها سنوبر شماتي ريحة ربع البندوره هون عندي ميد احمر اوكي يا حنة يا رحت هلا الميد الاحمر ولا بخلي الميد يغلي لحتى يعمل ريدكسيون كمان على الاخر برجع عندي هون بندوره هي بفريش توميتوز هلا عم بحط لك شوف لانه بدي اخذ بندوره بس فرعصهم شوي بايدي وانا رح بعد وانت ايه بتعمل اللي بدك ايه بعدت تحيه وهي كمان رح اقوي النار على الاخر برجع بعدين بحط المرقه بعد ما احط البندوره وبتركها تغلي مع بعضها اوكي لانه البصله لازم تغلي بالمرقه لتستوي حتى لما ناكل البصله مع دوشكم البصله بس ما ناخذ طعمه ال ما تكون عم تقرش تكون فاندانت البصله اوريدي بطل في طعمه بصل هلا اي كمان لانه اذا لاحظت استعملت بصل بعده شوي مش اخضر يعني موسم طالع جيب من الموسم بكون كميه المي فيه كثير عاليه حتى في توم هلا الموسم ماسك للوجه تحيه البصلة صارت مثل المربى صح ليبت يا هودي هني كم اكشن صغير بنعملهم لحتى ناخذ الطعم اللي بدنا اياها وهيدا اهم شيء هلا بالطبخه كلها سوا عشان نحط الرز بس لازم تتقلى ربع البندوره لازم تتقلى حياخذ هاي الطماط كلهم هلا فقشهم شوي هون هيك بلا ما اجوي حالي بجويكي حط ايدي قد ما في بقلب الطنجره هي هودي في قصهم في اعملهم على الماجي ميكس قبل على الفود بروسيسور رح هيك وهيدي المرقه تبعهم هي نشيه هي بحطها هون على المجله فوف اب خلصنا برجع واو اي لاف ماي جوب كول مرقه نحية هلا بتركهم كلهم يغلوا مع بعضهم اكيد رح تعمل ريدكسيون هي عم تغلي مشاهدينا اللحمه اللي رح اعمله باللحمه هلا رح اخذ هيدي هيدي البوال اللي حدي اللي هون بحط فيها شويه زيت تك 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 بقليهم بعملهم سير من برا نرجع بنحطهم بالصوص رح ارجع اسقطهم بقلب الصوص يعني لانه اكيد رح ارجع على الهواء رح اكون عامل هالعمليه اوكي لتعرفوا بس شو اللي عم بعمل اوكي والرز عم بي صحيح صحيح بننقز الرز زيت ولا والرز يعني بقوسي دغري بتفهمني ليه بيقولوا بننقز الرز زيت ما بقوسي طيب بعتقد اليوم ما رح يكون في عنا تيستينج لانه ما رح نلحق نخلص الطبخه لوقت التيستينج بس هيك لانه كان عنا نقل مباشر بس هيدي ما بتكون خالصه سو لانه دغري عنا تيستينج بعد الكوكينج سو دغري بعد الكوكينج تيستينج اوكي سو اي هاف تو هاري اب يس قديش اوكي يعني نتكل على الله يلا شوف كمان اذا خلصنا بنعمل تيستينج اذا ما خلصنا ما رح نعمل اوكي لانه المفروض كان بس ديجا شافوا المشاهدين كيف بنعمل الطبخه لانه كان عندنا نقل مباشر هيفن والله هيفن طيب خليها تغلي بهالوقت انا بتعرف شو بما انه الزيت ما رح يخلصوا على الوقت خليني احطهم شوي اون هولد لمشي اللحمه هالوقت شوية زيت هون الزيت فيني ينطروا شوي يعني ما بيأثر اي صح وأوريدي رح يكفوا طبخ يعني بهالوقت فما عندي مشكلة لأنه سخنين هيدي رح أحطها على السكس واتركها تغلي وشوية ملح شوي. أنا دقتها من شوي بدها ملح رح أحط لها شوية
بهار ابيض ونتفيت بهار حلو. ذاتس ات. اوكي مش كثير بهار حلو لانه ما بدي غير لونها يغير، بديها تصير تو بهار حلو، بديها تكون يعني طعمه البرودكت الانجريدينت اللي بقلبها موجوده تكون ريلي بيرفكت. هيدي هون يلا كمان خلينا نبلش نحط ال او بدي نطلع على بريك مشاهدينا. هي العمليه كلها سوا مثل ما شايفين، نقليهم شوي بنرجع بنسقطهم بالصوص، نرجع بنسقطهم بقلب الصوص. يلا اتوت معي مشاهدينا خبيرين، خبير بالطبخ وخبيره بالاتيكيت. بدنا نرحب بنادين ظاهر انضمت لنا هلا، وانا بالنص عم بستفيد من خبره اثنين، فكتير انبسطت بهالوقفه اللي انا ما اي ويل نوت مس، لانه عن جد بعدنا عم نحكي انا وشيف مارون قديش يعني هلا انتم عم تتفرجوا علينا هيك وقت نشوف كيف عم بيطبخ قديش بنحس انه صار بدنا ناكل وكانه اكلنا، لانه عن جد صح. الاكل كثير حتى لو ما كنا جوعانين. ثانك يو شيف. ثانك يو لالي كمان. هو الاكل اليوم تعطول مشاركه، تعطول مشاركه ومن القلب، يعني كل شيء بنعمله من القلب. واو. كل شيء بنحبه على انا وعدتك كمان انه تعطينا وصفاتها الخاصه نديم. مشاهدينا جمعه الجاي نهار الخميس في وصفه خاصه اكسكلوسيف معموله ان جوينت فينتشر بين شديد اند باهر والمتذوقه رولا. لا والله خلص خلص شو هي بس بروميس خلاص هيدا العلاقه بالنودلز، العلاقه بالشعيريه شعيريه. هلا هيدا رز بشعيري، رز خلص اكيد في كثير شعيريه بقلبه. اي لاف ات. ما رح انطر، ما رح طيب اي ما معنا وقت كثير، نطركم كثير ما معنا وقت. حط شوي صوص شوي لحمه على جنب. هلا ما عندي شيء تو غارنش بصراحه، ما بدي ريحتها بتكمل. This is one. نادين تفضلي. This is one. اي هيدا بالاتيكيت هيك. طب اعطيني اياها هيك بدون بالاتيكيت. دائما وقت اللي بدنا نقدم اي شيء الشوكي ما من ابدا ندقر هيدا البارت اذا مش لنا. سو اعطينيها بالشكل الصحيح لحتى ما يكون حدا ندقر في اغلط. لا بالعكس نحن بنتعلم منك كثير. بدي استعمل كل السكيلز تبعولي اليوم يعني بالاتيكيت. اوكي هيدي كمان ولا شو نادين. هير يو جو. ثانك يو. تتذكر شو اسمها الدعاية؟ حمودة كيف؟ حمودة تمام؟ حمودة تمام. فيها حامض كمان، فيها دبس رمان. اوكي حطيت لها اخر شيء لما خلصت طفيت النار، حطيت شوية دبس صغير هيك، شوية دبس رمان. دبس رمان هيك بيعطي شوية اسيديتي مع سكر، لأنه كمان البصل فيه سكر. سخنين. أنا حطيتهم هيك فوق بعضهم، أنا بحبهم هيك فوق بعضهم. هلا نحن عم نجرب شي نهار بدنا نعمل حلقه انا وياك كيف بناكل الاشياء. اي اي وود لاف تو. فذات وود بي هيك ورا حلقه ورا حلقه، اذا في سوب اذا في طيب شو هيدي بنعملها ثيم، لانه انا اي فولو ثيمز افري ويك كل جمعه. يعني الجمعه التام هي انه كل الفيسبوك فانز هن على البيج ما بنشيل اسئله، هن بيختاروا بيطلبوا بدنا عملنا هير ريسيت، عملنا هير ريسيت عندنا، لانه نحن افري تيوزداي Ask the chef day. So مشاهدين انتم كلكم بتعرفوا صرتوا Ask the chef day، بتسألونا كل الأسئلة تبعكم، نحن وي جيت باك لهم ثاني يوم الصبح بكل الأنسرز تبعهم. بيرفكت. فهيدي وحدة منهم، يعني كل حدا بيطلب ريسيت وي دونت جيف اوف ريسيبيز، لأنه الريسيت لما بتعطيها بدك تشوف كيف بيفسروها. سو بنعمل ريسيت على الهواء هيك هن بيشوفوها نحن عم نطبخها، وبذات الوقت بنكون جاوبناهم على الأسئلة تبعهم. بيرفكت. لكن أنا وياه كمان بنقرر وقت بنعمل السوب كيكات، كمان المشاهدين دائما بيسألوني كيف بناكل الأشياء. مثلا هلا إذا فينا ننفخ على الأكل؟ لا ما فينا ننفخ. ما فينا. ما فينا. مثل ما أنا عملت يعني. لا من هيك تذكرت بس اتس أوكي. هلا نحن مستعجلين بس إذا كان أنا الميوز إذا كانت يعني اللقمة سخنة بعمل مثل ما هلا عملت، بحكي شوي مع الشخص اللي بوجهي وبكون حملت هاللقمه هيك تبرد فبحق لي اكلها احسن بكثير من انه نحن ننفخ عليها. اكيد. اوكي هيدي معلومه جديده بنضيفها. ولا نحن رح هلا تحت الهواء رح ننفخ ولا ما رح ننفخ ما بعرف مشاهدينا، بس اكيد رح نكون حسب مستعجلين. ثانك يو لك مارون. ثانكس رولا. بتحب تفاصيل عنا اتيكيت العمال اليوم صحيح. بعد شوي مع نادين، بريك قصير وبنرجع لكم.